مثلا تشكيل مجلس محافظة كركوك واختيار منصب محافظة كركوك يواجه صعوبة يتمثل بأن المكون العربي هو متمسك بمنصب محافظة كركوك، كذلك المكون الكردي وحتى المكون التركماني، وأن النصف زائد واحد لا يتحقق ما لم يتحالف العرب والكرد والتركمان في بوتقة انتخابية وتشكيل الكتلة الأكبر. أعتقد التمسك من قبل جميع الأطراف بمنصب محافظة كركوك هو من لا يعطي مجال لأن يكون هناك صياغة لقرار وطني داخل مجلس محافظة كركوك. طيب، لكن هذا التمسك بحاجة إلى استكمال النصف زائد واحد، ماذا عن شكل التحالفات حتى يومنا هذا في محافظة كركوك؟ هل ما زال التركمان حليفا للعرب؟ وهل ثمة محاولات ربما لاستقطاب هذا الطرف أو ذاك لتشكيل الأغلبية؟ يعني لا شك نحن والمكون التركماني لدينا تحالف استراتيجي فيما يتعلق بعراقية كركوك، لكن لا يمكن التسمية والقول بأننا يعتبر بيت سياسي واحد. البيت التركماني يعتبر بيت، بالتالي أعتقد نحن كمكون عربي لابد علينا أن نعمل على استمالة أحد الأطراف الكردية من أجل تحقيق النصف زائد واحد. لربما استطعنا استمالة المكون التركماني، لكن البيت الكردي هو قرر أن يدخل بقرار سياسي موحد، وبالتالي نحن نخشى ولربما أن قرار سياسي كردي سوف يعمل على استمالة أحد الأطراف سواء كانت وتحديدا لربما التركماني، وان لم يكن التركماني سوف يعمل على استقاله احد الاطراف العربيه على اعتبار ان القرار السياسي العربي هو عباره عن مجموعه احزاب وقوى سياسيه. وبالتالي اعتقد كل ما تملك القدره الطرف الاخر على استماله تلك الاطراف سوف يتحقق النصف زائد واحد. نحن مكون عربي حاولنا بشده استماله الاطراف الكرديه لكن واجهنا صعوبه في ذلك، لربما المكون التركماني هو قريب من عندنا لكن لربما سوف يعمل القرار السياسي الكردي على استمالة الطرف التركماني وتقديم رئاسة المجلس لهم مقابل الدخول معهم والتصويت في منصب محافظة كركوك، ما لم يذهب المكون العربي أو القرار السياسي العربي والتحالف مع الكرد ويتفقون على مسألة اختيار منصب محافظة كركوك. أعتقد القرار بيد الفائزين داخل مجلس محافظة كركوك، الفائزين العرب هم من يقرروا إلى من يؤول منصب محافظة كركوك، إلى العرب أو الكرد